جيتندر معه. ايوه الحين حب جيتندر ما خلوه يقول قلت. ترى لايف الحين. ها خذ خذ راحتك الحين، رجعنا لكم. سامحونا شباب، ترى انقطع اللايف لان كان توقيت معين ومتسكر، فكان في اسئله، اخر اسئله ما شفناها. اللي يقدر يعاود يكتب لنا الاسئله طبعا. ان شاء الله والله كنت بقول لك. اوه مش بوري بعد. هذه مين؟ نعم انقطع البث اخوي ياسر. عمران هاشمي دمر نفسه مع مخرج كل افلامه تقليد افلام كورية، اللي هو مهيش بت. مهيش بت من انتاجه يعني، قصده هو اللي دمره يعني، ممكن يعني نوعا ما، لانه هو اصلا له لون كاركتر يعني. لو تحطه في الكوميديا، انا بالنسبه لي عمران هاشمي بيضيع، صعب ككوميدي. دراما هو اوكي في الدراما، حتى لو يمثل دور مجرم وايد حلو عليه صراحه. اللي يمثل دور مجرم احس انه لايق عليه. بس ما يعني ما يعتبر ممثلين درجه اولى يعني. شاهد فيلم هندي ام هندي ميديوم رائع؟ نعم فيلم جميل صراحة، من افضل الافلام هالسنة. ما خبرتنا من هو ممثلك المفضل؟ ممثلك المفضل تسأل مين هيثم؟ تسأل عامر. عامر ترى خلاص على الملأ معروف، وانا نولي اميتا بچن، وانا وعصام وانا نولي اللي هو طالع على الشاشة هذا. وين اختفى؟ راح حبيبنا وحبيب الكل. مين؟ دارمندر. تحدي هذا. ما في قناة أغاني أفضل من هذا؟ أنت شفت درمندر وقفت، غيرت رأيك. دون دون أتفق معك، دور مجرم رائع. نعم ها تقول لك هالكلام مع عصام. أبجس هانسم أمني. تقول لك أبجس هانسم أدمي. كرم كمار. وما هي ممثلتكم المفضلة؟ عصام أكيد أفضل ممثلة عنده كاترينا، ولا أنا غلطان؟ ولا مين أفضل ممثلة عندك؟ الجيل هذا ما ولا واحدة؟ لا عادي بشكل عام، الجيل هذا الجيل اللي قبلها، عطني اسم ممثلة واحدة. والله اسمها حاليا يمكن ما في ناس ما يعرفوها، مش عارف شو اسمها اللي سوت هذا مع عمران هاشمي برضو الفيلم. تكون ممثلة هي، كان قناة رانوت ولا اللي معه في فيلم وانس بنديا فيديا بالن؟ فيديا بالن. لا ممتازة فيديا بالن، أنا بقول لك هي هاي من المثل يعني. نعم أفضل ممثلة عندك. وفي السجل السابق زينة أمان. اكيد هي ما هي مالني لازم، هذه زوجة الاخ هذه. لا هي ايامها فعلا هي مالني. نعم عامر شو افضل ممثلة عندك؟ والله ممثلات وايد يعني بشكل عام، من هوليوود، بوليوود، عربوود، خليجوود. ريكا ريكا ما قال ريكا قال؟ لا ما قال. ما عندك يعني شيء كذي؟ لا عن الجيل الحالي عندك ديبيكا، عندك بنت هاي البنت شو اسمها هي بنديا اللي قلت اسمها فيديو بالن. فيديو بالن ايه. يا اخي اسلوبها حلو البنت، ده فنانة هي المثلة. مثل فنانة. انا بالنسبة لي افضل ممثلة، وكنت ارسمها في الثانوية العامة مع اني ما اعرف ارسم. بس الاسئله مال افضل ممثله، افضل ممثل لازم نحدد يعني. مثل افضل ممثله تتشعب، المفروض نقول منو افضل نجمه كنجمه سينمائيه.
غير عن ممثلة يعني كأكتر نعم عرفت كيف شلون يكون افضل يعني كل واحد ترى عنده اعجاب الخاص يمكن معجب ممثلة معينة لا اساس تدري ليش تمثيل شكل ما تدري يمكن هم حاطين كاتيجوري يعني مثل نجمات عرفت نحن نبحث عن شو ممثلة كممثلة اكثر هم يبحثون عن نجمات يعني انا ما كملت انا افضل ممثلة عندي كنت ارسمها في ثانوية عامة يعني ما اعرف الرسم هي ما دوري دكشت صراحة ما زالت في بالي ما اعرف ليش المباراة تطلع ما بقارنها مع الجيل الحالي ولا الجيل السابق بس هو يعني كسوبر ستار الوحيدة اللي في راسي موجودة في مثلة سوبر ستار ما دوري دكشت سمعت ان بريتي زينتا ستقاضي فرهان اختر هل هذا صحيح انا والله اول مرة اسمع الخبر الخبر وصل المغرب ونحن اول مرة نسمعه هني ياسر يسأل يقول لك بريتي زينتا راح تقاضي فرهان اختر على شو ما اعرف والله على شو يا ياسر شو الموضوع مش عارفين احنا فرحان اختر ايه فرهان اختر المخرج يمكن الممثل ما اعطاها فلوس مال اي فيلم فيلم ذل شهتاي والله يمكن اقول هذا خبر قديم كم سنه هالفيلم 2001 يمكن يعني شو علاقته ما اعرف والله اي فيلم مثلوا مع بعض هو هذا ذل شهتاي نعم وفيلم لكش مع ريتيك روشن هو اخرجها بعد بس هذا كلها افلام قديمه 2004 2001 شو فشل الافلام الهنديه من البطوله النسائيه في اخر فتره فشل افلام الهنديه فشل الفيلم هذاك شو اسمه مال بيغم نسيت انا بيغم جان اي نعم فشل رايك ب هما كوريشي هذا كيان يقول افا وسرديوي سرديوي اكيد يحبها سرديوي فنانه صراحه سرديوي فنانه بس انا ما يعني كسؤال يعني مين افضل شيء سؤال كان هذا رايكم بهما كوريشي هما كوريشي فنانه بصراحه جيده ولها ادوار حلوه واتمنى ان هي شويه ما تمثل وايد في الكوميرشال الكوميرشال صعب عليها مثل جوليا ليلبي اعطوها دور اي كلام مع اكشن كومار ما كانت قويه وايد وعليكم السلام اخوي خالد هلا كيف الحال الحمد لله تمام زين ما لو حطيتها ميوزك كذي احسن عشان احس الجو جو كئيب هات اطلع لك اياها بسرعه كذا كذا لا انت قاعد تختار انا بقول لك اسامي القنوات محطتين كانوا امس كذي تدور بتحصل قنوات ب ادور ميوزك هذه واحده ما في صوت بس يا سلام حد يعرف اغنيه من اي فيلم يا شباب مش شطار فيكم والله اخوي ياسر فيلم بيغم جان يقول لك اعتقد فيلم لا باس فيه وقوي من كفكره ما رايكم نعم فكره قويه بس الفيلم انا ما عجبني صراحه فيلم بيغم جان شفناه انا وعامر ما تنفذ صح ما تنفذ فكرتها قوية والهذا بس ما تنفذ صح ما كان منفذ صح نعم بوستر بويز أكيد بيعرض شهر 8 لا بوستر بويز بيعرض شهر 9 وليس 8 عندي سؤال شاغل بالي وسمعت هالسؤال هذا هيثم سمعت هالسؤال بعد في فيلم جولي أكشي كومار وسلمان خان متى بيغري بيعرس سؤال عاد سؤال مين بيعرف يجاوب عليه تعرف تجاوب على السؤال هذا هيثم سأل سؤال يقول لك سلمان خان متى راح يعرس سلمان يترياك يمكن بيعرس لما بعد الفيلمين اللي جايات برسبون له بيبدا بيعرس ايش معنى يعني يبقى شيء ثاني يعني يغير حياته شيء ثاني يعني ايش يسمونه بالبشغل بفوق يا حول ضحك هذا خالد زعابي ما جاوبتوا شباب اي فيلم هذا ضحك على السؤال اما الدريب وهاي لا هذا هذا الفيلم لا هذا الفيلم داخلك جيك شروف بعد مع مدهوري اسمه لا خليهم يجاوبون لين ما تخلص الاغنيه شبعان يقول لك خالد زعابي شعبان شبعان ما يباصه
سلم مرخ شبعان شو زين يعني فاهمنا شو قصدك يعني. رايكم بافلام المخرج امتياز علي؟ يلا واحد شو رايك بافلام امتياز علي؟ شفت له فيلم واحد وكله ثلاث افلام. عنده اكثر من ثلاث افلام. اقول لك اسامي الافلام بس الحين تختار انت. انا بقول لك افلامه. اول فيلم كان مع ابي ديول. ابي ديول اول فيلم هو سوى مال سوشاناتها. سوشاناتها كان اول فيلم لياباء. هذا اول فيلم ماله. عقب سوى فيلم جابوي ميت، سوى فيلم روكستار، سوى فيلم تماشا، سوى فيلم هاي واي. اوكي هاي خمسة افلام. اختار من هالخمسة افلام افضل فيلم. انت شايف فيلم واحد عجبني فيلم ابي ابي اللي هو سوشانات هذا. انا ابي لا لا موضوع حلو وغريب شوي القصه صح. قصه تحب جديده شويه. والله طريقه حلو الفيلم. انزين امتياز علي شو افضل فيلم عندك؟ اي افلام قلت لي مال ابي اللي هو سوشاناتها، وفيلم هاي واي مال اريا بهت، وفيلم تماشا مال رمبير، وفيلم كروكستار مال رمبير، وفيلم جابوي ميت مال شاهد كابور. والله اعتقد وفيلم بعد نسيت انا اللي هو افضل فيلم لف اتشكال مال سيف علي خان مع ديبيكا اللي فيه رشي كابور. ايه صح هذاك فيلم حلو. هذاك فيلم جميل. هذاك هو هاي واي. هاي واي عجبك؟ نعم. انا بالنسبه لي فيلم اللي عجبني ماله فيلم روك ستار، وبعدين فيلم لاف اتشكال، عقب هيك هاي واي وتماشا. طبعا ما جاوبتوا على السؤال قبل. السؤال قبل كان هذاك الفيلم اسمه بريم ديواني، من انتاج سوباش غاي ومن اخراج اخوه. تعرف شو اسم اخوه؟ نسيت. ايشي غاي. ايشي غاي. ايشي مين اخوه؟ ناس اسمه والله، لازم تسوي جوجل يعني. خلاص ايش يقول ايش يقول. اكثر فيلم هندي تنتظرونه ياسر؟ خلنا ما لحقنا عليه هالفيلم اخوي حمد. اي فيلم افضل مخرج بالنسبه لكم؟ بالنسبه لي انوراك كشب. اوكي افضل مخرج بالنسبه لكم؟ افضل مخرج عامر بالنسبه لك؟ مخرجين الحين يعني؟ ايه ما يحضرني حد الحين. عندك عندك هو يقول انوراك كشف بالنسبه له، يسال ويجاوب حق نفسه. لا عشان نقول احنا انوراك كشف. انا عندي مخرج، عندي بصراحه فيديو بنوت شوبرا مخرج رهيب بصراحه، الى تاج معين. نعم فيديو بنوت شوبرا. وعندك وايدين جديد بصراحة. أنا حالياً يعني أنا يعجبني راجكومار هيراني. راجكومار هيراني. نعم. وجيد. جيد صراحة راجكومار هيراني. وايد وايد. يعني من المخرجين اللي يختار مواضيع مميزة ومن الصعب يعني إن يعني ما تحس إن أخطاء قليلة جداً. نعم. في كل الأمور، في اختيارات الممثلين، في القصة، في. فيلم سوى فيلم بيكي، سوى فيلم منا بهاي الجزء الأول والثاني، وسوى فيلم فري إيديتس. هاي أربع أفلام كلها بلوك بوستر. كلها بلاك بوستر. Yeah. زين أكثر فيلم تنتظرونه؟ فيلم شو رأيك؟ أكثر فيلم تنتظر أنت من بوليوود حاليا غير بوستر بويز من سني بوبي أو يوم الأبقى للسنة الجاية؟ والله ما في شيء. أنا والله شو الافلام اللي تحت برودكشن اللي بينزلون هالسنه ولا السنه يعني اكثر اللي بينزل مال اميتاب ربيعك 102 نت اوت هذا طبعا طبعا وعندك فيلم مال اللي يمثل دور سنجي عامر خان فيلم كبير يعني كبير تاكس اوف هندستان يس عندك بطاري تشارج ليه ما تتذكر انا بقول على السريع ابسوري انا افضل فيلم ترياء او اكثر فيلم ترياء مال بايوبيك مال سنجي دت اللي بيسوي راجكومار هيراني مع رمبير كابور. هذا اكثر فيلم ترياء صراحه. وايد في اشياء يعني في
فضول على هالفيلم صراحة بالنسبة لي أنا كثير. شو السؤال هني اللي فاتني؟ أيام سباش جاي. إيه أيام سباش جاي. ليدي فروم منت، هاي من مغرب، قالت أفضل فيلم عندها جو ويميت حق امتياز علي. فيلم جيد نعم، جو ويميت ذكرتوني سنة جداد. لافاتش كل أفضلهم. نعم عيسى حلو كان، بس متأكد ما امتياز؟ اي نعم 100%. اسم الفيلم كان نايك صح. روك ستار من أفضل الأفلام بالنسبة للأخ حق امتياز. في تنوع صراحة، امتياز علي عنده تنوع، بس الله يستر فيلمه. شو رايك انت، توقعاتك يا اخي الفيلم اللي بينزل الحين مال امتياز علي مع شاروخ خان؟ حمد انت عارف توقعاتي. لا لا اقول حق الجمهور. انا كل افلام اقول لك وكلها تطلع صحيحه. زين ها توقعاتك. قلت لك مال فيلم مام، وقلت لك فيلم شو اسمه جاكا جاسوس، جاكا جاسوس، وقلت لك افلام قبل بعد، وبعد اقول لك فيلم. بس توقعاتك للتيوبلات كان غلط، انا وياك نفس الشيء، شفنا الدعايه انبهرنا، شفنا الفيلم انخسرنا. لا شوف، انا توقعنا ان الفيلم يكون جيد طبعا، بس اول ما شفنا الفيلم توقعنا ان الفيلم حطينا اخطاء ونحن طالع الفيلم. يعني عرفت قبل ما يظهر للناس انه هو فيلم جيد او لا. نعم توقعنا ان الفيلم يفشل. جاب شو اسمه الفيلم هاي؟ اي واحد؟ شاروخ خان. جاب هاري ميت سيجر. هذا انا والله بصراحه اقول لك انا ما اتوقع له، يعني انه فيلم يكون من الافلام الناجحه القويه، يعني اذا عدى ومع دعاء الوالدين ممكن يضرب هيت يعني يلا بالموت. سبحان الله، في سؤال عامر انت قاعد تساله من كم يوم، وكان عصام بعد يسال، ولا عصام ولا قاعد نتكلم عنه، من عادل. سبحان الله عادل عنده حاسه ساسه، يقول وين سوبر جاي؟ انا اقول لك عادل هذا سريره ما يكف عادل. يقول لك وين سوباش جاي؟ هالسؤال نحن قاعد نساله من كم يوم. نفس السؤال هذا سالنا، وين سوباش جاي؟ صح طلع الفيلم هذا وين هاري. والله يا اخي انا بالنسبه لي، انا مهما كان اتريل ان امتياز علي، بس شويه نوعا ما متخوف نوعا ما من هالفيلم. والله سوباش جاي ما نعرف وين عادل. اقول لك ليش، لان الفيلم يعني عشان نحن نقيس الفيلم راح يكون ناجح او فاشل او وسط، لان نوعيه الفيلم محدوده لناس معينين. نعم. يعني لناس الراقيين يعني عارف كيف يعني. صعب هذا الفيلم يعني ممكن يضرب مثل الافلام الثانيه اللي يضرب سوبر هيت او بلاك باستر، صعب. لان جمهور يعني تعرف محدود من الناس الهاي. وفي نقطة ثانية انه فيلم خافي يا اخي، لين اليوم ما نزل دعايته. وغير هذا انه على حسب الاغاني نشوف نفس الدور اللي هو يؤديه دائما، واغاني الفيلم بعد مش قوية يعني. نعم زين. كان في سؤال يعني بسيط، اللي هو تايجر شروف افضل فيلم شو حقه؟ تلقى شرف ثلاث افلام ولا اربع افلام، باقي وهيرو بنتي وفيلم هذاك اللي يمثل فيه دور السوبرمان اللي هو فلاينج جت. افضل فيلم الاول، اول فيلم يعني ما اقدر حتى نقول عليه افضل فيلم، لان ثلاث افلام وبنزل الخميس فيلم بنشوف شو سالفته. كان في سؤال في ايوه اخوي حمد، بالوقت الحالي منو افضل بطل تشوف من الابطال الجدد؟ قارني بثلاث افلام، ثلاث ممثلين، رنبير ولا فرن دهون. انا بالنسبه لي رنبير كابور هو سوبر ستار القادم للسينما الهنديه، هذا كلامي. تعرف رنبير ورنبير سينج، وتعرف فرن دهون، من افضلهم؟ ايش هو حدد كابور. حدد ثلاثة هذول، بس بينهم اختيار ثلاثه، رنبير سينج وفرن دهون. انت شو رايك؟ رنبير كابور. زين عامر، مين افضلهم؟ اولا شو اسمه ديفن، ولد ديفن بعده ما وصل مرحله ديفيد دون. ديفيد دون ما وصل مرحله انه ممكن يكون من ضمن الافضل. هذا مرحلته يعني
من الصعب ينافس على المركز الاول. باكي زعلت منك من السعوديه هذه. زعلت منك على سالفه شاروخ خان. قلت لك بتزعل جمهور شاروخ خان. توقعاتي وانا يعرفني حمد توقعاتي تصيب 90%. ايه خوفته. زيدوا من دعاكم ممكن ينجح الفيلم. الملكة قوية. زيدوا من دعاكم ممكن ينجح الفيلم. انا بالنسبة لي شو يسمونه الحسبة مال يعني الحسبة اللي انا احسبها كذي. موضوع ديفن هذا ديفن بعده ترى ولد شوكليت لسه ما ثبت نفسه. يعني اقول لك هو لا زال يبحث عن نفسه بارن دهون ارن يبحث في ادوار كوميديه زين ورنفير سينغ وش اسمه رنبير كابور انا بصراحه اختلف معك حمد انا ما ومع عصام يعني بعد شوف ومع الجمهور انا اقول لك كلمه وعصام يعرفها قول انا اقول لك كلمه وعصام يعرفها اي شخص اي ممثل هندي يبي يكون سوبر ستار لازم عندي انا اعطيه الورقه بل هذا قويه انا اختم له اقول هذا بيستوي سوبر ستار لين الحين انا قاعد ابحث اما رنبير كابور مش في الليسته عندي رنبير كابور سوبر ستار ابدا مش في الليسته وانا اقول لكم رنفير راح يتفوق عليه خلال سنتين الجايين رنبير سينغ راح يتفوق على رنبير هذا انا هذه اللقطه انا بقصها وبحطها في الانستغرام مواصفات حق جمهور رنبير رنبير اعلى من شو اسمه رنبير اقول لكم من اي ناحيه وفي لا عطنا قول له شو الناحيه اعلى انا اقول شو النواحي الاعلى لانه ترى انا عندي حسبه في سوبر ستار في خلطه معينه عندي هو موجود فيها لبرا خفيف موجود فيها اما رنبير انا ما اشوف فيه رنبير كابور ما اشوف فيه حتى على ايام ريتيك روشن انا قلت له مع هذا كله هذا مستحيل يكون سوبر ستار ريتيك روشن اللي وصل تقريبا يبي يصك السماء بس في الحسبه عندي ما وصل ما يوصل انا اقول لكم لان مواصفات انت هني ارضيت باتشي رجعت لك الحين قال لك رنبير سينغ سويت لك كذي انتوا ناسين واحد ناسين ولد جاكي شروف تايجر شروف هذا الحصان الاسود تايجر شروف هذا اللي خلال سنتين ثلاث سنين بتفوق على رنبير وبتفوق على رنفير وليش يتفوق على انا اقول لكم يا انا ممكن يعني. لانه عنده مقومات البطل القوي انا بقارنك على رنبير هذا اللي انت تقول بيستوي سوبر ستار هذا لو استوى سوبر ستار انا التلفزيون ما اشوفه التلفزيون ما اشوفه مو بالسينما كلها بحط هذه خبر حصري هذا ليش لانه ما عنده الخلطه الكامله ما عنده اقول شو الخلطه زين اشرح للجمهور الجمهور يبي يعرف عمر هذا ولد شو يسمونه تايجر شروف أوكي أوكي. عنده شو هي الخلطه يسالونك تايجر شروف عنده زين شو الخلطه شوف عنده زين يسالونك شو هي الخلطه انا اقول لك شو شو هي الخلطه الحضور الحضور تايجر شروف ورنفير اقوى من رنبير كابور حضورهم على الشاشه غير الرقص والاكشن والدراما والامور والشكل الرقص رنبير افضل منهم في الرقص انا اقول للعلم رنبير كابور افضل جزء منهم جزء بسيط يعني أوكي. الاكشن تمثيل وين التمثيل أكشن. عيل اكشن وين التمثيل أكشن. عامر وين التمثيل تمثيل ترى اقول لك تمثيل وين تمثيل رنبير كابور في هالناحيه ولد جاك شروف تايجر لحتى الان يعاني من موضوع التمثيل لا تمثيل ما عنده لا انت شوف أكتنج. انا بقول لك انت علشان تكون سوبر ستار لازم تكسب الجمهور الشامل مش موضوع تمثيل موضوع التمثيل ممكن ياخذه لاحقا بس عشان تكون نجم لازم تبهر الناس بقوه تايجر شروف تكسب الشريحه الاكبر من الجمهور بعدين تبحث عن اللي انت تريده التمثيل صح رنفير ممكن عنده لان طبيعه ستايله خالد زعابي رد عليه قال تايجر شروف تمثيله مش حلو مش مشكله ايه. مش مشكله ما هذا من الاشياء المطلوبه في الممثل لا 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 سوبر ستار لا لا لا. ليش أميتاب باتشر ما يعرف يمثل لا لا لما أميتاب باتشر ما يعرف يمثل اقول لك ليش لما كانوا هذيل قوم لحظه خلنا مع بعض هذه يبغى لنا نقعد انا ويا عامر نتكلم في هالموضوع فيس تو فيس هارت تو هارت انا اصوركم انت تصورنا لا كذا اوكي انا اشوف رنبير كابور ليش انا بقول لك رنبير كابور
المقاومات التمثيليه عنده قويه جدا خارقه، لانه هو متلون في تمثيله وعارف شو يؤدي في الادوات. انت تتكلم عن الحضور، الحضور في الوقت الحالي يتطلب الممثل يكون ممثل قبل ما يكون معضل او يكون راقص او يكون كوميديان او يكون يسمون هذا واحد يرقص. نعم انا لا انا قاعد اقول الحين شوف سلمان خان، سلمان خان ليش صار سوبر ستار؟ سلمان خان مثل ما تفضلت الخلطه اللي تباها موجوده فيه، بس سلمان خان الحين متطلبات العصر الحالي ما يبون سلمان خان، مش ما يبون. لا هو موجود لين اليوم يعني هو وصل 52 حتى لو سلمان طلع من الخط خلاص يعني هو اخذ حقه. شاروخ خان مو سوبر ستار؟ شاروخ خان سوبر ستار؟ كيف صار سوبر ستار شاروخ خان؟ هل صار شاروخ خان سوبر ستار من عضلاته في البدايه ولا من تمثيله؟ انا ما اتكلم الان، ترى هو نفس نفس النهج عزيزي. في رامبير كابور موجود مع شاروخ خان. شوف انا بخبرك انت عشان تكون نجم، عشان تكون نجم رامبير لين اليوم ما طلع بهذيك القوه. صح في تمثيل وفي ممثلين ثانيين، انا اقول لك يا انا عندي بصراحه ممثل الموهوب ابي ديول. ابي ديول ممثل موهوب طبيعي جدا، ممثل طبيعي ويؤدي دور. نعم. مش موضوع تمثيل بتلاقي في الناس كثيره بس مش نجوم. انت اليوم لما تقول سوبر ستار لازم تبحث عن نجم وليس اكثر. اوكي مش ممثل، تبحث عن نجم. نعم كلمه بس سوبر ستار لا. بس لازم يكون ممثل بعد عامر، متفق ولا لا؟ انا عرضتك مثال اميتا بتشن. لا اميتا بتشن نعم. مع الايام اخذها. نعم. مع الايام مع التمثيل اخذها. اوكي ما نروح بعيد عامر، اول سوبر ستار في السينما الهندية مين؟ راجش كنا. هل كان يعتمد على الحضور هذا اللي تقول عليه انت؟ على ايام أيوة. على ايام ما كان عنده، كان ممثل وحصل لا 4 فيلم فير اووردز ومن ترشيحات قويه لانه كان ممثل ايضا في نفس الوقت. انا قاعد اتكلم عن رامبير ترى على فكره يا جماعه الخير، حامر ما شاف فيلم بارفي، ما شاف فيلم روكستار. اقول لك اعطيه اوكي هذا الفيلمين لو شافهم انا اعطيك جارنتي انه هو بيعرف ان هالممثل متقمص. وليش نحن قاعد نتكلم؟ طالع فيلم انا عارف بارفي نجح ومثل جيد فيه والامور، بس انا اقول لك شوف هذا بيننا نحن ما نسبق المستقبل. نعم. انا توقعاتي ان هذا الشخص ما راح يكون سوبر ستار، انا اقول لك اياه. أوكي. واذا كان سوبر ستار انا اعتزل اي شيء اسمه هذا. انا اقول لك اياه بس ما تيجي تقول لي بكره ضرب فيلم هيت تقول لي هذا استوى سوبر ستار. سوبر ستار يعني يحافظ على الشيء هذا ويتم. انا ما با يتم 15 سنه، يتم 5 سنين عليها 7 سنين. انا اقول يجون يكتبون الصحافه يقولون سوبر ستار رامبير كابور هو سوبر ستار القادم للسينما البوليوديه، ومش القادم اعتقد يمكن من الحين بدا خلاص بينه وبين سوبر ستار دريشه. حتى لو رسم عزيزي انت تدري شو المشكله الحين في الهند؟ شو المشكله في السينما؟ سوبر ستار لازم تيب توصل الى ارقام، تكسر ارقام، هذا مثل السباق مثل ماراثون، لازم تكسر ارقام عشان توصل سوبر ستار. جميل اليوم اتفق. اتفق معك. اليوم انت تقول لي نجم، ممكن نجم اوكي هو الوحيد موجود على الساحه، نجم هو الوحيد موجود على الساحه ممكن يكون، بس ما راح يكسر الارقام. هذه نقطه ترى لازم تاخذها في بالك. سوبر ستار يعني الناس تنجن عليه. نعم. شو كلمه سوبر ستار؟ اتفق. يعني مجنون الجمهور. اتفق. هذه كلمه اتفق. سوبر ستار اتفق يعني معك. الناس تنجن عليه. اتفق. مش انت تنجن عليه تقول لي والله تمثيله حلو. اتفق معك. الناس تنجن عليه. اتفق. هذه يسمونه سوبر اتفق ستار. اتفق معك وعامر صدقني في الهند الجنون واصل حده على رامبير كابور، واعطيك اياها جارنتي. لا لا مش واصل. على فكره صناعه السينما الحين قاعدين يبحثون عن نجوم اساس يكونون بدلاء اللي رايحين يخلصون. نعم. شاروخان على وشك، شاروخان خلاص على وشك. نعم. الجماعه هذول وصلوا 52 الصناعه هذا رايد يتعورني بس تمسك الله يخليك. زين الصناعه عشان تمشي، الصناعه عشان تمشي لازم يبحثون عن الناس. الحين بيجربون رامبير كابور، بيجربون فلان، كلهم تجارب. اوكي ولكن مين راح يطلع نحن ما ندري، بس ما ندري لا. ما ندري بس هذا اقول لك لا ما يطلع. انت تقول عليه هذا لا، انا اقول عليه هذا نعم. لان هذا الممثل عنده المقومات. اذا دخلنا المقومات القديمه التقليديه رقص وغناء او سوري رقص واكشن وعضلات وهالامور موجوده، بالاضافه انه هو ممثل متقمص بشكل رهيب صراحه. اوكي انت تقول كممثل، انت الحين قاعد تتكلم عن واحد انه يمثل زي. انا ما قلت مثل ابي ديول. ابي ديول مسكين ما عنده هالامور اللي موجوده عند واحد. يقول لك واضح ان الاستاذ عامر متعصب
رامبير. لا لا من ضمن الأولاد. لا لا أنا لسه أنا ما أقول لك من ضمن اللي هو حدد الأولاد الثلاثة. أنا ما حدد. أنا أقول اللي سال اللي سال حدد الثلاثة. حمد. عبد الله عيسى يقول لك رامبير انتهى. رامبير. فير فير. رامبير. رامبير ولا رامبير خلينا نشوف. رامبير. بالباء ولا بالفاء؟ بي. أي ترى كل واحد لهذا. عبد الله عيسى صحيح شاروخان انتهى يقول لك عبد الله عيسى. لا نحن بعد نتكلم واضح الأستاذ عامر متعصب لرنفير. لا ولا أنا البس القديم هذاك اللي عندك حمد خوي. أنا ذكرت رنفير لأنك أنت حدثت لي ثلاثة. لا اللي حدث هيثم ثلاثة. إيه ثلاثة. إيه. أنت بينهم قلت رنفير. أنا قارنت بين الثلاثة. نعم. وقلت لك في واحد جاي من خلفهم أيضا. شو اسمه؟